جديد بأهم وآخر الأنباء على قناتكم شوف تي في. أهلا بكم. تقدر عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة لمختلف شركات النقل الطرقي بجهة الدار البيضاء بمناسبة عيد الأضحى ب 1500 رخصة، الهدف من منحها تمكين المسافرين من التنقل إلى وجهاتهم في ظروف حسنة وقضاء العيد بين ذويهم وأهاليهم. وبهذه المناسبة أوضح مدير محطة النقل الطرقي أولاد زيان السيد عبد الطيف الساف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن عدد رخص النقل الممنوحة من قبل قطاع النقل والتي تضم كافة شركات النقل وكل الخطوط والوجهات على المستوى الوطني شهد هذه السنة ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة مع السنة الماضية. ذكرت الأسبوعية الدولية جونافريكا أن الأبناك المغربية واصلت ديناميتها سنة 2012 مبرزة أن 7 مؤسسات بنكية مغربية توجد من بين 50 الأوائل على صعيد شمال إفريقيا سنة 2013. وأضافت الأسبوعية في ملف خاص حول القطاع المالي تضمنه عددها الصادر اليوم الأحد أن أهم عملية أنجزت سنة 2012 بشمال إفريقيا تتمثل في اقتناء البنك الشعبي نسبة 50% من رأس مال مجموعة البنك الأطلسي بغرب إفريقيا، مضيفة أن هذه الصفقة الجيدة مكنت ثاني مؤسسة بنكية في المغرب من الالتحاق ببنكي التجاري وفابونك والبنك المغربي للتجارة الخارجية في التموقع بمنطقة جنوب الصحراء. أفاد مصدر بولاية أمن فاس أن شخصا كان موضوعا تحت الحراسة النظرية بمقر المنطقة الأمنية الرابعة توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك بسبب مضاعفات أزمة صحية طارئة. وأوضح المصدر ذاته أن الهالك كان مودعا رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، مضيفا أنه قد جرى نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني بالمدينة في حدود الساعة الثالثة صباحا نتيجة إصابته بوعكة صحية. نختم بالخبر الرياضي حيث تقام اليوم مباراتان عن دور ربع نهاية كأس العرش، تجمع الأولى بين أولمبيك أسفي والمغرب التطواني على أرضية ملعب المسيرة بأسفي انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف عصرا، والثانية بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بين الرجاء البيضاوي واتحاد تمارا بداية من الساعة السابعة مساء، فيما تجرى يوم الاثنين مباراة الوداد البيضاوي الدفاع الحسني الجديد. يشار إلى أن فريق رجاء بني ملال كان أول المتأهلين إلى دور النصف بعد تغلبه يوم أمس على فريق وداد فاس بهدف دون مقابل. بالخبر الرياضي نكون قد أنهينا الموجز، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.